وصباح عليكم مشاهدينا، واهلا بكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ونبدأ مع منتخب مصر اللي تعادل امبارح مع غانا بنتيجة 2-2 في المباراة اللي اتلعبت امبارح على ملعب فيليكس بواني في الجولة الثانية ببطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، ورفع منتخب مصر رصيده لنقطتين في المجموعة الثانية، وحصد منتخب غانا أول نقطة له في المجموعة. ومنتخب نيجيريا حقق فوز صعب على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب الحسن وتارا ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023. ارتقى منتخب نيجيريا للمركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط، وتراجع كوت ديفوار للمركز الثالث ورصيد 3 نقاط. ومنتخب غينيا الاستوائيه فاز على منتخب غينيا بيساو بنتيجه 4-2 في المباراه اللي جمعت الفريقين في اطار مباريات الجوله الثانيه من المجموعه الاولى ببطوله كاس امم افريقيا 2023، وتصدر منتخب غينيا الاستوائيه ترتيب المجموعه الاولى برصيد 4 نقاط، لكن منتخب غينيا بيساو برصيد بدون رصيد من النقاط في المركز الرابع. منتخب فلسطين اتعادل مع المنتخب الإماراتي بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعتهم على استاد الجنوب في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023 واللي مقامة في قطر، وتصدر منتخب الإمارات ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، وحصد منتخب فلسطين النقطة الأولى في المركز الثالث. منتخب استراليا فاز على منتخب سوريا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب جاسم بن حمد في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا، وضمن منتخب استراليا التأهل إلى دور 16 بعد تصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقط، وبيحتل منتخب سوريا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة. النادي أو فازت أوزبكستان على الهند بنتيجة 3-0 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة أمم آسيا لكرة القدم والمقامة حاليا في قطر، ورفعت أوزبكستان رصيدها ل4 نقاط بعد تعادلها في الجولة الأولى أمام سوريا لتحتل المركز الثاني خلف استراليا المتصدرة ب6 نقاط من فوزين على الهند وسوريا، بينما تمركز الخاسر في المركز الأخير بدون نقاط. النادي الأهلي استأنف تدريباته على ملعب التتش بعد انتهاء الراحة اللي منحها الجهاز الفني للعيبة، وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة سريعة مع اللعيبة داخل التتش، وده قبل ما يخوضوا فترة بدنية أو فقرة بدنية وبعد كده تدريبات الكرة، وواصل كمان رضا سليم وأحمد عبد القادر تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بيهم بالجري حوالين الملعب وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي. خاض منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض تدريباته امبارح خلال المعسكر والمقام حاليا في القاهرة ومستمر لحد 29 يناير الجاري، وده في إطار استعدادات الفراعنة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب. وأدى اللعيبة تدريبات بدنية قوية بعد كده اتدربوا على بعض الجمل الفنية والتكتيكية، واختتم المران بفقرة خاصة عن العرضيات والتعامل معها وإنهاء الهجمات بجانب التدريب على ركلات الجزاء. فريق برشلونة اتأهل للدور ربع النهائي بعد الفوز على فريق سلامانكا أحد أندية الدرجة الثالثة بنتيجة 3-1، وده في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا. فريق نابولي اتأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإيطالي بعد فوزه الكبير على فريق فيورنتينا بنتيجة 3-0 في اللقاء اللي جمع الفريقين على ملعب الأول بارك، وده ضمن منافسات نصف نهائي في ضيافة السعودية. ودع ريال مدريد بطولة كأس ملك إسبانيا من الدور 16 بعد خسارته أمام أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد ب4 أهداف مقابل 2 بعد امتدادها للأشواط الإضافية بعد تعادل 2-2 في الوقت الأصلي. مرحبا بحضرتك معانا، وخلينا نتكلم عن رؤيتك أو تحليلك للماتش امبارح كان عامل إزاي؟ مباراة مصر وغانا كانت مباراة صعبة الحقيقة على بين، احنا شفنا ان ازاي كان المباراه مثيره جدا. منتخب مصر تمكن في نهايه المطاف انه يخرج بنقطه بعد ما تاخر المنتخب مرتين، ونقدر نقول يعني انه عوده المنتخب المصري بنقطه في هذه المباراه
يعني افساد حصول غانا على 3 نقاط احيا الامال لمنتخب مصر. لمنتخب مصر الان يحتاج الى الفوز على كاب فاردي. قبل ما نروح لكاب فاردي بنرجع تاني لمباراه منتخب غانا، كانت مباراه قويه جدا جدا الحقيقه. المنتخب ما قدمش المردود اللازم في الشوط الاول، في الشوط الثاني عاد بقوه واستطاع انه على غرار ما حصل في مباراه موزمبيق الحقيقه انه ينهي المباراه بالتعادل 2-2 بعد التاخر بنتيجه 2-1. وبالتالي منتخب مصر زي ما حضرتك قلت في التقرير اصبح لديه نقطتين وهو بحاجه ولا خيار غير ذلك الا الفوز على في المباراه الثالثه على كاب فاردي لضمان التاهل للدور التالي في بطوله امم افريقيا. طيب ايه راي حضرتك في طريقه اداره فيتوريا للمباراه؟ يعني شايفها ازاي؟ او ايه اسباب ان احنا يدخل فينا هدفين بالسرعه دي في الشوط الاول؟ طبعا احنا دخل فينا هدفين، وزي ما حضرتك عارفه كمان احنا دخل فينا هدفين في ماتش موزمبيق اللي هو يعني نقدر نقول انه اقل يعني فنيا من منتخب غانا. منتخب مصر بدا تشكيل البطوله بصفه عامه، يبدو ان المدرب ما كانش ثابت على تشكيل معين. انا بالنسبه لي انا بقول انه بداية فيتوريا مع منتخب مصر في مباراة موزمبيق، قبل ما أدخل أنا دائما بربط الأمور الفنية بالأمور الرقمية، بمعنى أن أنا لو شفت إحنا هو بدأ طبعا في المباراة الأولى بمحمد صلاح وأحمد مصطفى زيزو، في المباراة الثانية اللي هي امبارح أمام غانا ما لعبش أحمد مصطفى زيزو نهائيا، أو أحمد سيد زيزو بيحب يتقال عليه أحمد مصطفى الحقيقة. أنا بقى بقول إنه سواء كان هو بدأ كده أو هو بدأ كده، فإن المدرب لما وصل لكوت ديفوار ما كانش مقرر بأي طريقة هيلعب. وهرجع تاني لسؤالك وأقول إنه أنا السيستم بيقول لي إنه أحمد مصطفى زيزو ومحمد صلاح بدأوا مع بعض في عشر مباريات، يعني كانوا أساسيين مع بعض في 10 مباريات، مباراة موزمبيق كانت رقم 10. أحمد مصطفى زيزو إحنا عارفين إنه لاعب مع الزمالك عامل في الفترة الأخيرة عامل شغل ممتاز وأداء ممتاز جدا جدا، سواء على المستوى المحلي مع الزمالك أو حتى على المستوى القاري، يا بيسجل يا بيصنع، ما فيش مباراة بيعديها غير ما يسجل أو يصنع. لو إحنا شفنا ال10 مباريات اللي لعبهم أساسي مع منتخب مصر في وجود محمد صلاح، محمد صلاح سجل 9 أهداف وصنع 5 أهداف، أحمد سيد زيزو لم يصنع وسجل هدف واحد بس كان في فوز مصر على ملاوي في تصفيات أمم أفريقيا. ده بالنسبة لي أنا كعبد العزيز بيقول لي إنه أحمد سيد زيزو ما بيلعبش بحرية في وجود محمد صلاح، يا إما المدرب يشوف مكان تاني إذا كان هو بيلعبه في مكان معين أو ما يبدأش بيهم الاثنين. ده بالنسبة لي القراءة الفنية اللي مبنية على الأرقام. زي ما قلت لحضرتك في ال10 مباريات اللي بدأ أساسي مع منتخب مصر في وجود محمد صلاح، أحمد سيد زيزو لم يسجل إلا هدف لم يصنع على الإطلاق، وهذا لا يحدث في 10 مباريات بالنسبة للاعب بالحقيقة لاعب متميز جدا أحمد مصطفى زيزو مع الزمالك. لم يمر عليه مباراة واحدة أو مباراتين إلا وقد يصنع أو يسجل. مع منتخب مصر 10 مباريات لم يصنع أي هدف في وجود محمد صلاح. وبالتالي أنا بقول إنه المدرب ربما اكتشف ذلك. إحنا شفنا امبارح إنه ما بدأش بيهم الاثنين وغير في التشكيلة. وبالتالي المدرب أنا شايف إنه لم يكن قراءته جيدة أصلا للبطولة، سواء فيما يتعلق بمنافس زي موزمبيق أو في المباراة الثانية بمنافس زي غانا. وفي كلتا الحالتين احنا الحقيقة استقبلنا هدفين بشكل يعني في ايضا كده عدم تركيز نهائي من ناحية المدافعين او الضغط على لاعبي خط الوسط. طيب انا كنت يعني عندي اسئلة كتيرة قوي عايزة اسألها لحضرتك، لكن خلينا نتكلم على اصابة محمد صلاح. وليه زيزو ما نزلش الماتش مع انه كان الماتش اللي فات كان اساسي، فكان يعني مرجح ان هو ينزل مكان محمد صلاح؟ واداء عمر مرموش وتريزيجيه كمان نحب نعرفهم. كمان عايزه اضيف سؤال سريع، انه المنتخبات كتيره ما ادتش الاداء لحد دلوقتي اللي احنا بنامل ليه، ما عدا طبعا المغرب انه طالع بقوه قوي. فتعليقك ايه او تحليلك ايه لانه عدد من المنتخبات ما بتقدمش الاداء القوي اللي احنا معتادين عليه؟
لا هو احنا لو حسبنا ان المنتخبات العربيه بالكامل لم يفز اي منتخب عربي حتى الان، حتى منتخب مصر اللي لعب مباراتين، المنتخب العربي الوحيد اللي فاز هو منتخب المغرب لما فاز على 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 تنزانيا، الا مصر تعادلت مرتين، الجزائر تعادلت مره، تونس اتغلبت، موريتانيا اتغلبت، بالاضافه ايضا اللي احنا شفنا في المنتخبات الافريقيه المفاجاه اللي حصلت بهزيمه كوت ديفوار صاحبه الضيافه يعني المنتخب المستضيف امام نيجيريا. الحقيقه في نظام 24 منتخب زي ما حضرتك عارفه اللي هو النظام اللي بدا مع لاول مره في مصر 2019 وبعدين في الكاميرون وصولا الى كوت ديفوار، الحقيقه المنتخبات المباريات في ال 36 مباراه الاولى، لان دور المجموعات بيكون فيه 36 مباراه، بيكون في الكثير من المباريات الحقيقه دون المستوى. شفنا منتخبات اتغلبت 4-1، وبالتالي بيكون يعني المستوى بيتطور او بيعلى، وخلينا نقول مع بدايه دور ال 16. لكن نرجع لمحمد صلاح وبنقول انه طبعا حضرتك تابعتي وكلنا تابعنا وسائل الاعلام الانجليزيه امبارح، يعني تلقت خبر اصابه محمد صلاح بشد في العضله الضامه، يعني بحزن كبير جدا خاصه جماهير ليفربول. انا اظن انه ان شاء الله محمد صلاح تكون يعني يكون شد خفيف، على حسب طبيب المنتخب انه اعلن ان حيكون فيه اختبار طبي النهارده او يعني كشف طبي النهارده لتحديد حجم الاصابه في العضله الضامه، وان شاء الله تكون خفيفه. وفي كل الاحوال احنا نتمنى طبعا لمحمد صلاح كل التوفيق. محمد صلاح كابتن منتخب مصر واحد الركائز الاساسيه لمنتخب مصر، ولاعب يعني الحقيقه بيمر بضغوط كبيرة زي ما كلنا عارفين. محمد صلاح بيحب كل زمايله في الفريق ان هم اللي يكونوا الحقيقة ومتحمل ضغوط داخل وخارج الملعب، وان شاء الله رب العالمين تكون اصابته خفيفة ويعود للمنتخب. صحيح، بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا استاذ عبد العزيز ابو حمر الناقد الرياضي.